يلا الشباب هنا يناظروننا. يلا خلينا نروح لهم. واقفين جالسين يتفرجون علينا. مشروع شبابي ها نرجس قولي مخصص طبعا للهدايا. وكل مرة أنا سولفت معاهم قبل، كل مرة يسووا تفاصيل مختلفة، يغيروا بضاعتهم، يسووا أشياء يعني حلوة بصراحة يعني لكل أحد. أهلا وسهلا، مكان للذكرى. أي أحد جاي زاير البوليفارد ممكن يسجل ذكراه الجميلة من خلال مروره عبر هذا المحل ويلتقط واحدة من أجمل الذكريات اللي موجودة هنا. أهلا، وش عندكم؟ وش الأشياء اللي تقدموها؟ بالأساس هو جيفت ستور صغير كذا، أشياء تذكارية للموسم. كل فترة نجدد المنتجات من بداية الموسم إلى الحين، في منتجات كثير تغيرت، في منتجات خلاص إنها في جبناها جديدة. أنا أذكر هنا كان في ورد وحاجات فجأة. هذه من الأشياء اللي تغيرت، بدأ الورد صارت الأقفال اللي عندك اللي برا، أشياء تصير ذكرى عندك دائما بالبوليفارد. محمد، هذا الحلاوة إن الشباب السعودي والشابات السعوديات متجددين، وفي مشاريعهم يعني مو مخلين حاجة واحدة، لا يعني أنت بتمر على المكان ممكن بعد فترة تشوف حاجة ثانية فعلاً وتقتني منهم بين فترة وفترة يعني، ولا حتى كل محل قاعد يتنوع ما شاء الله بمنتجاته. صح. عطنا فكرة إيش الأشياء اللي موجودة ما شاء الله، الرفوف عندكم في أشياء حنا جبناها مثلاً عند فترة الفالنتاين، عندك هذه مثلاً الهدايا اليوم الحب كانت في المنتجات اللي جبناها مثلاً فترة الشتاء، عندكم الهديات وهذه الأشياء المختلفة. فكل فترة نغير المنتجات على حسب الموسم، على حسب الأجواء العامة للمكان. الأجواء، على طال الأجواء، بيع الخب العباتة اللي باع عباتة يجي يشتري من هنا يهودي. الله يسعدك، شكرا، أتمنى لكم التوفيق. خلونا نعيش جوا المحل ونشوف شنو. يلا تعالوا. نرجس ذكرى جميلة بأسماء فريق MBC، نرجس محمد خلف محمد.